شوف الناس اللي احنا بنودي لهم معونات عاملين في العربيه ازاي؟ الصفر الطويل، الصفر الطويل، وضربوا السواق، وقدروا الدنيا اخر بقدرها ازاي؟ الناس اللي بتقول ان احنا رايحين نودي لهم معونات عشان يعيشوا زينا زيهم، وبندعم من ربنا ان ربنا يحوش عنهم، لا هم يستاهلوا اكتر من كده. الناس دول يستاهلوا اكتر من كده. والله العظيم يستاهلوا اكتر من كده، صدقني. شوف الناس يا عم العربيه عامله ازاي؟ شوف دخل خان يونس، اتفضل. اتفضل يا باشا. دخلت خان يونس عملت ازاي؟ شوف بهدلوا العربية اخر بهدلة ازاي؟ والسواق جاي مضروب ومتبهدل، اتفضل اتفضل. وخلي بالك الشبك اللي فوق ده برضه قلعوه وسرقوه وخدوا كل الحمولة من العربية وبهدلوا العربية اخر بهدلة، اتفضل. يعني الشبك اللي فوق ده اتسرق والمشمع اتسرق والحمولة اتسرقت كلها. شفت؟ وبهدلوا السواق اخر بهدلة. هذا الناس بتوع غزة يا سيدي. اللي احنا بنقول ربنا يكون في عونهم. لا والله العظيم يستاهلوا اكتر من كده يا سيدي.